فادي أهلا بك، ما الذي يجري في حوارة؟ نعم أحمد، حقيقة هو منذ العملية يوم السبت الماضي وجيش الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في هذه المنطقة، حيث نتواجد هنا في المنطقة الجنوبية من مدينة نابلس. طبعا جيش الاحتلال أحمد منعنا من التصوير قبل قليل، نحن نعد تقرير عن هذه الأحداث. نلاحظ هنا أن جيش الاحتلال يقوم بوضع مكعبات إسمنتية على في هذه المنطقة، حتى في أمام منازل المواطنين الفلسطينيين كما هو ظاهر في الصورة، ولا يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يقوم بعمليا تصوير هذه ما يحدث هنا في هذه الأثناء. أحمد، يعني حتى نكون واضحين ما الذي يحدث في هذه المنطقة، جيش الاحتلال يعني ما الذي يحدث هنا؟ أنت صاحب المنزل، يعني ما الذي يقوم به؟ في عندنا هنا كراج للسيارة، لا جماعتنا هون بصف الزلمة سيارته هون، أجوا سكروا في المكعبات، يعني لا بيعرف الواحد يفوت سيارته ولا يطلع. بكرة بصيروا يجوا المستوطنين يوقفوا لنا هون، لما يجوا المستوطنين بهذول الزبالة بدهم يجوا يمنعوا المستوطنين، كيف الناس بدها تنزل وتطلع على بيوتها؟ كيف الزلمة ها صاحب السيارة بده يصير يصف سيارته هون؟ يعني نحن في الشارع الرئيسي هنا، وبالتالي هذه المنطقة هي يعني هذه المنطقة هو كراج مركبة. طبعا يعني هان بصف سيارته الزلمه، يعني الجيش الان وضع هذه المكعبات طبعا للمره الاولى التي توضع المكعبات. نحكي معاهم انه اقل ما فيها زيحوهن لجنب، تواصلنا مع البلديه، رئيس البلديه، ورئيس البلديه بتواصل مع الارتباط، نحكي لهم بس زيحوهن لجنب او استنوا شوي. بحكي لك هاي عندنا قرار، بحكي له بكره لما يجوا المستوطنين يتجمعوا هان انا بدي يمنعهم، بكره انتم يعني بصيروا تحموا فيهم، تعملوا لنا مشاكل بزياده. بحكي لك هذا القرار من فوق. طب شو يساوي هذا الزلمه اللي بده يفوت سيارته يصير يصفها في الشارع يحرك له اياها؟ نبدي يتعرف عليه. يعني طيب شكرا لك. اذا واضح احمد من خلال هذه الصوره، انظر هذه المكعبات الاسمنتيه التي وضعها جيش الاحتلال الاسرائيلي قبل قليل. طبعا حتى تكون الصوره اوضح، وراء هذه الشاحنه هو الشارع الرئيس الذي طبعا يمر منه الفلسطينيون في هذه النقطه، وضعت قبل قليل هذه الشاحنة هذه المكعبات الإسمنتية. حتى أننا أحمد إذا لاحظنا تلك المنطقة ما بين الشارعين، جيش الاحتلال حتى أغلق الطرق التي يمكن أن يكون فيها أي التفاف في هذا الموقع. طبعا حيث نتواجد الآن في منطقة حوارة جنوبي مدينة نابلس، جيش الاحتلال يشدد من إجراءات العسكرية. ها هي غادرت الشاحنة الآن وتركت هذه المكعبات الإسمنتية وتركت هؤلاء المواطنين أمام منزلهم بشكل واضح أغلق، يعني هكذا بهذه الصورة وبهذه الطريقة أغلق هذه الشارع. طبعا حتى تكون أيضا الصورة أكثر وضوحا كذلك، جيش الاحتلال يستخدم أحمد هذه المكعبات لو نظرنا إليها للتحصن فيها. هنا حيث نقف الآن جيش الاحتلال يستخدم هذه ويستخدم أيضا تلك المكعبات من أجل استهداف المواطنين الفلسطينيين وكذلك أيضا حماية المستوطنين. عندما حاولنا الوصول إلى هذه النقطة أحمد، جيش الاحتلال منعنا من الدخول بشكل مباشر إلى البلدة، اضطررنا أن ندخل طرق التفافية. هذه المركبات التي تلاحظها هنا والتي تدخل منطقة حوارة جنوبي مدينة نابلس هي اضطرت أن تدخل بطرق التفافية مختلفة. نلاحظ أيضا أن حتى المحلات التجارية تضررت بشكل كبير، ونلاحظ أيضا كيف يقوم جيش الاحتلال بالانتشار في هذه النقطة وهذا الموقع في منطقة حوارة. لم تكن منطقة حوارة أيضا أحمد هي الحدث الرئيس اليوم في أرجاء الضفة الغربية، منطقة قباطية شهدت إصابات بالرصاص الحي مع مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أيضا كان هناك عمليات اعتقال طالت 9 مواطنين على الأقل في قباطية جنوب جنين، في قلقيلية وفي سلفيت، وأيضا في رام الله وفي محافظة الخليل. وحيث نتواجد الآن في منطقة حوارة جنوبي مدينة نابلس ما زال جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية. حدثت هنا عملية استهدف فيها جنديان يوم السبت الماضي، ومنذ ذلك الحين وجيش الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية. وكما نلاحظ حتى ننهي هذه الصورة من هنا أحمد، كيف يقوم المواطنون أو جيش الاحتلال يقوم بالإغلاق في هذا الموقع، يعني تنظر كيف يستغرب حتى المواطنين الفلسطينيين كيف يغلق أمام منازلهم بهذه المكعبات التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لحماية المستوطنين هنا أو لحماية المستوطنين هنا في منطقة حوارة جنوبي نابلس. نعم فادي العصاصة، نكون معك في كل جديد والتطورات، شكرا جزيلا لك من حوارة فادي العصا مراسلنا، شكرا جزيلا لك.